أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شام تک جنات کے شر سے محفوظ کر لیں گے، اور اسی طرح جو شخص شام میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو صبح تک جنات کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں ان سورتوں کو تین تین مرتبے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھے اور اسی رات وفات پا جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام میں چار مرتبہ اس ذکر کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نار جہنم سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں ایک مرتبہ اس ذکر کو پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جو شخص صبح میں سات مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اللهم انی اسالک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انی اسالک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں جو شخص تین مرتبے اس ذکر کو پڑھے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں تین مرتبے اس ذکر کو پڑھے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ رواہ الحاکم۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ رواه أبو داود۔ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ رواه أحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ سب سے افضل لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمده 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 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دن میں اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اسی طرح اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور شام تک شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا۔ اس دن وہ بندہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه يقولها 3 مرات إذا أصبح رواه مسلم ويقول أيضا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه ابن ماجه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يقولها 100 مرة في اليوم رواه البخاري اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔
ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.